اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لديني ثم لمليك بلادي. رفع السمو بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. من قصر السلام في الديوان الملكي تحديدا في جده. ضيفي في هذه اللحظات الاستاذ خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركه حماس. انا قدمت اليوم ومعي وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس لنؤدي واجب العزاء في فقيد المملكة وفقيد الأمة سمو الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد رحمه الله رحمة واسعة. وأنا عرفت الرجل والتقيت به مرارا في السنوات الماضية وجمعتني به أحاديث مطولة في حول قضية فلسطين وواقع الأمة. وأعرف أن الأمير نايف فعلا رجل دولة بمعنى الكلمة. وأيضا في ذات الوقت لا شك أن الاختيار الأمير سلمان لولاية العهد وهو رجل دولة أيضا وأنا أعرفه من سنوات طويلة وزرته في بيته والتقيت به مرارا وكان له دور مميز أيضا في موضوع فلسطين ولديه خبرة طويلة. فإن شاء الله هذه المملكة غنية برجالها ونحن أهل فلسطين يعني لنا تقدير كبير للمملكة لقيادتها وشعبها وأهل الخير فيها وهم كثر. فيما يخص الجنسيات الأجنبية في السجون السعودية، تحدثت بعض تقارير الإعلام السعودي عن شن الحكومة لحملة قمع ضد الفلسطينيين المقيمين فيها. هل لديك معلومات حول هذا الأمر؟ كانت طريقة لإرسال رسالة إلى الفلسطينيين الذين يتوقع أن يذهبوا إلى العمل في السعودية. إننا نشعر بالقلق إزاء ما يحدث بشكل خاص مع المجتمع الفلسطيني هناك والطريقة التي يعاملون بها كأقلية. مسؤوليتنا أن نرفع أصواتنا أمام هذه الممارسات. سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. في 23 من يناير كانون الثاني 2015 توفي الملك السعودي السادس الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. خلفه في الحكم سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك جديد وعهد جديد لكن ليس كسابقه. التغيير سيطال أشياء كثيرة. على الجانب الآخر حركة حماس في موقف لا تحسد عليه، لا تزال تنتظر اللحظة المناسبة
في السنوات الأخيرة توترت العلاقات كثيراً بين حماس والنظام السعودي بسبب انهيار اتفاق مكة عام 2007، والذي تمت بموجبه مصالحة فلسطينية برعاية سعودية، لكنها سرعان ما انهارت، وحملت السعودية حماس منفردة مسؤولية الإخفاق، ثم دخلت العلاقة في أزمة. بعد فوز حماس في الانتخابات 2006 بالتأكيد لم يكن نجاحها شكل برداً وسلاماً على معظم دول المنطقة ومنها السعودية. بعد حدوث الانتخابات ورغبة حركة فتح والسلطة الفلسطينية بوضع العصي في دواليب حكومة حماس الجديدة، ذهب الجانبان إلى مكة لتوقيع اتفاق المصالحة، وذهب قيادة حماس وقيادة فتح إلى أداء العمرة بحضور القيادة السعودية، وما لبث أسابيع قليلة حتى تم الانقلاب على هذا الاتفاق قبل السلطة الفلسطينية. الأخبار المتواترة تقول أن الرئيس عباس أبلغ الملك عبد الله بأن حماس هي من انقلبت على الاتفاق، وشكل ذلك إهانة للسعودية كما قيل في حينه، وأراد السعودية أن تعاقب حماس بهذا التنصل من الاتفاق بناء على اتهام السعودية بمقاطعتها. منذ اتفاق مكة 2007-2006 بدأت علاقة حماس مع السعودية تتراجع رويدا حتى وصلنا إلى هذه القطيعة غير مسبوقة في السياسة السعودية. لماذا اتفاق مكة ما عاد اتفاق مكة؟ المصالحة الفلسطينية. اتفاق مكة تم في فبراير 2007 سبعة. وفي الشهر 6 يونيو حزيران بعد 4 أشهر للأسف انتهى اتفاق مكة على الأرض عمليا. طبعا حملنا المسؤولية ان حماس حسمت في غزة، فأخواننا بالمملكة زعلوا علينا وأخذوا موقف، قلنا طب ليش تزعلون علينا نحن، طب ما في طرفين. زعل ظل فقط على حماس وعلى خالد مشعل، والطرف الآخر عادت الأمور إلى مجاريها. أنا أقول لك مسؤول سعودي كنت أنا وياه أتكلم أنا وياه ويقول لي إحنا عتبانين عليكم، كنت أسألك سؤال بالله عليك، ماذا فعل اتفاق مكة؟ عمل حاجتين، اتفاق مكة حقن الدم الفلسطيني وجعل حماس هي رئيسة حكومة الوحدة الوطنية. أي عاقل يعمل حسم يفقد هذه الحكومة؟ بعدين إسماعيل هنية، الأخ إسماعيل هنية كان في اتفاق مكة يرأس حكومة على غزة والضفة، بعد الحسم يرأس حكومة في غزة، في عقل يفعلها؟ فهذا اتفاق كان لمصلحة فلسطين ولمصلحة حماس، في طرف لم يعجب انقلب عليه وبدعم إسرائيلي وبتمويل، ما أقدر أقول لك تمويل من هنا ومن هناك. عدة أشهر مرت بعد وفاة الملك رافقتها محاولات مستمرة من حماس لطرق الأبواب السعودية، فالحركة تعتقد دوماً بوجود فرصة. في العام نفسه وفي أواخر شهر رمضان وصل الرد السعودي، زيارة بثوب ديني لأداء مناسك العمرة، وبعد صلاة عيد الفطر يمكنكم لقاء خادم الحرمين. منتصف شهر يوليو تموز 2015 وصل خالد مشعل إلى مكة برفقة وفد من قيادات حماس. كان مشعل رئيس المكتب السياسي في ذلك الوقت، وكان يدرك أنها فرصة مهمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها مع السعودية. الخامس عشر من يوليو تموز وعقب صلاة العيد في مكة المكرمة، توجه وفد حماس إلى قصر الصفا للقاء الملك سلمان. على شاشة التلفزيون السعودي ظهر مشعل في لقطة سريعة مصافحاً العاهل السعودي قبل أن تنقطع الصورة من المصدر. في أجواء بعيدة عن السياسة وبحضور الزوار وأفراد العائلة المالكة، التقى وفد حماس الملك الجديد. كان حاضراً في ذلك اللقاء الأمير محمد بن نايف ولي العهد آنذاك، وكان حاضراً أيضاً ولي العهد حينها الأمير محمد بن سلمان، الشخص الذي سيصعد سريعاً درج السلطة السعودية. لم يحمل اللقاء أي بعد سياسي، لكن الأجواء كانت إيجابية. اجتهدت حماس في تمرير أجندتها أملاً في تخفيف الحصار عنها. بالنسبة لزيارة، ما كان في زيارة من حماس للمملكة العربية السعودية. قامت مجموعة من حماس، خالد مشعل وبعض زملائه، بزيارة مكة المكرمة لأداء العمرة
وهذا حق لأي مسلم لا يستطيع أحد أن يمنعهم منه. وخلال تواجدهم في مكة قاموا بصلاة العيد وقاموا بتهنئة المقام الكريم على حلول عيد الفطر المبارك. ما كان في بحث، ما كان في اجتماعات، ما كان في، كان حقكم كحق أي مسلم في هذا الشأن. فأعتقد أنه بعض التصريحات اللي نتجت عن الخبر هذا كانت غير دقيقة وكان في مبالغة في الموضوع. موقف المملكة بالنسبة لحماس لن يتغير. في تلك الزيارة وفي هامش اللقاء الملكي، التقى وفد حماس مدير الاستخبارات السعودي الفريق خالد بن علي الحمدان. كان لقاءً أكثر حيوية، تطرق إلى تفاصيل الأمور وطرحت فيه مبادرات مختلفة، أبرزها تحريك اتفاق مكة وتفعيل الدور السعودي في الملفات الفلسطينية. ثم طرح ملف معتقلي حماس في السعودية. طلبت الحركة من السلطات أن تفرج عن معتقليها في السجون السعودية، معظمهم معتقلون على خلفية جمع أموال خلال الحرب الأخيرة على غزة. ضمن بوادر حسن النية بين السعودية وحماس، استجابت السعودية للطلب وأمر العاهل السعودي بالإفراج عنهم فوراً. رأت حماس فيما يحدث انفراجاً إيجابياً في العلاقة مع السعودية، وأن العهد الجديد سيحمل معه الكثير من البشائر. قبل عام واحد من ذلك اللقاء، تحديداً في يونيو حزيران عام 2014، توفي في مدينة جدة أحد أهم أركان حركة حماس في الخارج، الدكتور خيري حافظ الأغا، الاسم الذي لا يعرفه الكثير من الأجيال الفلسطينية اليوم. أنا من جيل تقريبا نهاية الستينات، فبالتالي عمري في الحركة حوالي 50 سنة، يعني من الذين أدركوا الدكتور خيري وهو مسؤول عن الحركة، رجل المهمات السرية، هو الصندوق الأسود لهذه الحركة ومالك أسرار هذا التنظيم، لذلك لا يريد أن يظهر في وسائل الإعلام ولا أن يعني تلاحق شبهة أنه رجل مسؤول أو قيادي في حركة حماس. الدكتور الأغا رجل أعمال فلسطيني يحمل الجنسية السعودية، تزعم الرجل لعقود طويلة مسيرة العمل الفلسطيني في السعودية والخليج، وكان زعيم حركة حماس في جدة، الفرع الذي كان المحطة الأهم في تأسيس حركة حماس. العمل الفلسطيني في السعودية واحد من أهم دعائم صمود الفلسطينيين على مدار 40 عاماً خلت، دعم مالي سخي وعلاقات سياسية واثقة، فالخليج مليء بالفلسطينيين الناشطين في الظل والعلن، وحاضنة شعبية سعودية هي الأكبر بلا منازع. حماس في السعودية منذ العام 87 موجودة، ولكن بشكل غير رسمي، يعني لها أنصار، مريدون، أتباع. مواسم الحج والعمرة كانت تشهد بصورة أخرى لقاءات بين حماس في الداخل والخارج، وبعلم الدولة السعودية كانت تعلم ذلك جيدا. حملة تبرعات حماس كانت تنظم من قبل المشاريع الخيرية، المنظمات الأهلية، المؤسسات الاجتماعية لدعم الفقراء والمساكين والحاجات الاجتماعية في قطاع غزة، ولذلك تاريخيا هذه العلاقة كانت قائمة وجيدة،
ونشطة، لم تكن بشكل رسمي، لم يكن مكتب لحماس في السعودية موجود، لكن على الأقل الدولة السعودية أجهزتها الأمنية والسياسات الرسمية الداخلية تعالى أن حماس موجودة في السعودية وكانت تغض طرف عنها انطلاقا من رغبة السعودية بأن يكون هناك سياسة متوازنة في الساحة الفلسطينية. في شهر مايو أيار 2017 وصل الرئيس الأمريكي الجديد إلى السعودية، وفي الرياض التقى ترامب مع عدد من الدول العربية والإسلامية. بدأ أن الإدارة الأمريكية تعيد ترتيب الشرق الأوسط وفقاً للأجندة الجديدة. أول النذر كان اصطحاب جاريد كوشنر صهر ترامب الذي أخذ على عاتقه مهمة إنهاء عزلة إسرائيل مع العرب تحديداً الخليج العربي. يومها وعلى هامش المؤتمر اجتمع كوشنر بالأمير محمد بن سلمان. بدأ أن للرجلين مصلحة مشتركة، فكل منهما يطمح أن يحقق هدفاً عزيزاً. كان اجتماعاً تحضيرياً لمرحلة جديدة في المنطقة. توافق الرجلان على ما أسمياه تحالف الشرق الأوسط الجديد، على أن تظل إسرائيل شريكاً صامتاً. ثم وعد بن سلمان أن يساعد في دفع الفلسطينيين إلى مواكبة البرنامج الجديد. قال لكوشنر: لا تقلق، سنتم تلك الصفقة، سأتولى أمر الفلسطينيين وعليكم أن تتولوا أمر الإسرائيليين. لا أعتقد أنهم يتطلعون لحل في هذه الصفقة، هم يريدون فقط إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه يؤثر عليهم ومرتبط بما يحدث في دولهم. القضية صعبة على الشرق الأوسط. أصبحت القضية الفلسطينية أقل أهمية مما كانت عليه في الماضي، وبهذا يرون في إسرائيل حليفاً أساسياً لهم، يلتقون في ذلك مع الولايات المتحدة، وهذا أمر مهم لدول الخليج. على الفلسطينيين أن يغيروا نظرتهم للواقع. مضت عدة أسابيع وفي ظروف غامضة شهد الخليج زلزالاً سياسياً كبيراً، ثم أطيح بولي العهد السعودي محمد بن نايف. خلفه في المنصب محمد بن سلمان الذي أصبح على مرمى حجر من العرش، لينقلب كل شيء رأساً على عقب. حملة اعتقالات شعواء تعصف بالسعودية. عقب تولي بن سلمان منصبه الجديد، السلطات السعودية تنفذ حملات أمنية متلاحقة في أوساط السعوديين وجنسيات أخرى. مجموعة من الدعاة ورجال الدين المشهورين يحملون رؤى مغايرة للرؤية السعودية الجديدة أصبحوا وراء القضبان. المفارقة أن غالبيتهم من أهم مناصري العمل الفلسطيني وحركة حماس. كان من الواضح أن مستقبلاً سيئاً ينتظر حماس على الأراضي السعودية في القريب المنظور. منظمة حماس منظمة عندها قدر من كبير من الاعتدال في لغتها وطرحها والهدوء في تناولها للأشياء. حماس التي قدمت قادتها وقدمت رجالها وقدمت شهداءها وقدمت الآلاف منهم، ثم اختارها الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة، وهي حركة تحرير مناضلة. هل تخذل هذا الشعب؟ ونبغى نقول لهؤلاء أيضا اليهود العرب، نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من نصرة فلسطين. لابد كل واحد يكون له مشروع فلسطيني، إما بالدعم المالي، بدعم المقاومة، بدعم الكتابة، بدعم التأييد بالطرق هذا جهاد واضح علني ما فيه لبس. وأنا أحمل المسؤولية بالدرجة الأولى على حكومات العالم الإسلامي،
حيث تخلوا عن إخواننا في المقاومة واضطروهم إلى الذهاب إلى إيران وغير إيران. يا أخي نخوة يا أخي، يا أخي نخوة، بس نخوة، مجرد نخوة، نخوة فقط، نخوة فقط، نخوة. إذا 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 لم يوجد هناك أي أمر يعني خايف أنت تتكلم، خايف تتكلم أنك والله تقف مع حماس، أنك تصنف بأنك إخواني، تمام، يسعك السكوت، لا تكون شاهد زور. رأينا قنوات وصحف تشتم منظمة حماس وتتهمها بالإرهاب، ولكنها في مقابل ذلك تتحدث عن إسرائيل وكأنها حمل وديع. حقيقة هذا كما عبرت أنت تغييب الوعي. مطلع العام 2018، وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير يصف حماس بالمنظمة الإرهابية، الأمر الذي عد سابقة خطيرة في علاقات السعودية مع حماس. Stops their funding to al-Nusra and to Hamas, which allowed the Palestinian government to gain control over the Gaza Strip. سعد السفير، إذا حماس حركة إرهابية في نظر السعودية؟ طبعا هي الآن مصنفة في 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 ظرف، طبعا إذا كانت تسعى إلى 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 خلق وإحداث مشاكل أكيد. نعم. ماذا عن حق المقاومة سعد السفير؟ حق المقاومة مكفول للمنظمة، مش يجلس في فندق في خمس نجوم في قطر ويدير من هناك المؤامرات. هو المفروض أنه يكون في مع شعبه ويقدم قضيته أمام شعبه. بعد ذلك صحيفة مقربة من الدولة تنشر قائمة سعودية للإرهاب ضمت عددا من قيادات حماس التاريخية والذين تعاملت معهم السعودية لعقود خلت كرموز مقدرة للقضية الفلسطينية. الخطوات السعودية كانت تنذر بأن الوضع يزداد خطورة وأن العمل الفلسطيني سينتهي به الأمر إلى مصير مجهول. العلاقة مع حماس لا مكلفة، البعض يخشى من ذلك، يخشى بحساباته الإقليمية والدولية، البعض يضع حجة إيران، البعض بجوز عنده مشكلة مع الإسلام السياسي، مع أنني يا أخي نعم أنا مش حركة إسلام سياسي مجردة، أنا رجل فلسطيني عربي مسلم وإسلامي نعم، ولكن أنا حركة مقاومة، أنا حركة تحرر وطني، أنا لا أتدخل في شؤون الآخرين، أنا مش مطلبي حكم، أنا مطلبي أحرر فلسطين. في السعودية لحظة الصفر مطلع العام 2019، حملة سعودية أمنية لاعتقال الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، الهدف منها إنهاء العمل الفلسطيني المتواجد على الأراضي السعودية. عشرات الأشخاص باتوا وراء القضبان، فلسطينيون وأردنيون وحتى سعوديون. هنالك حملة اعتقالات كبيرة شنتها السلطات السعودية ضد فلسطينيين وأردنيين من أصول فلسطينية. هؤلاء المعتقلون جزء كبير منهم معتقلون بسبب على خلفية جمع المال لصالح القضية الفلسطينية، لكن هنالك جزء مهم من هؤلاء المعتقلين هم معتقلين بسبب دورهم في النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي وبسبب التعبير عن الرأي. هناك جزء من العائلات لا يعرف إطلاقاً أين موجود أرباب أسرهم أو أولادهم داخل السجون السعودية. مع الأسف لم يتم عرضهم على محاكمات عادلة، حتى المحامين الخاصين بهؤلاء المعتقلون لم يستطيعوا زيارتهم داخل السجون ولم يستطيعوا التعرف على القضايا التي من الممكن أن تتهمهم بها السلطات السعودية. صدمت حماس من هذه الإجراءات، لقد ظنت الحركة أن علاقاتها مع السعودية ستتحسن في العهد الجديد، إلا أن الأمور أخذت منحاً آخر. اليوم تجاوز عدد المعتقلين 60 شخصاً، وشملت الأعداد كوادر من حماس وغيرها من ناشطي العمل الفلسطيني، وتبع ذلك إغلاق لعدد من الشركات الخاصة بتهمة دعم حماس وتمويلها، كما توقفت كافة الحوالات المالية نحو فلسطين وقطاع غزة. في المملكة حملة اعتقالات جديدة وواسعة لأعداد من الفلسطينيين
ومنع سفر آخرين منهم وتجميد حساباتهم ومصادرة مؤسساتهم. التهمة: التعاطف مع المقاومة في فلسطين واهتمامهم بالقدس وغزة وتأييد حماس. والاعتقالات تطال مواطنين كان الفلسطينيون على كفالتهم أو يعملون في مؤسساتهم. الحقيقة أن الأعداد تتراوح بين 60 و90 معتقل من ضمن هؤلاء، يعني من ضمن هؤلاء المعتقلين يعني الفلسطينيون ووكلاءهم السعوديون. يعني كل فلسطيني تم اعتقاله بالعادة المقيم في السعودية لديه وكيل سعودي، وكأجنبي فلسطيني يعامل معاملة الأجنبي لديه وكيل سعودي، فالمعتقل الفلسطيني إضافة إلى الوكيل السعودي. الآن عدد المعتقلين يتراوح بين 60 و90 معتقل. مسكن وقت الحرب على غزة يكتب على تويتر أو فيسبوك كانوا بينين لهم مع المقاومة، بس ما عمرهم كانوا حماس. الوضع هنا كثير مهم. فعليا ما ضل حدا الصف الأول قيادي ما أخذ بسيطي الصف الثاني هاجري. أنا لما طلعت بطلت شهر 4 لما صارت كل الاعتقالات طلعت عن طريق كبير عن طريق اليمن طلعت على اسطنبول. أغلب الفلسطينيين هاجروا على اسطنبول، الناس اللي برا طبعا حد فيهم يرجع. من الواضح أن هناك أزمة جدية تتصاعد بين حماس والسعودية، لكن يمكن وصفها أنها أزمة على نار هادئة بعيدة عن تبادل الاتهامات أو السجال الإعلامي كما مع دول عربية أخرى، على اعتبار أن حماس كما يبدو حتى اللحظة حريصة في عدم تصدير هذه الأزمة إلى الخارج والاكتفاء ببعض الوساطات الخارجية والداخلية. بالتأكيد هذه الأزمة لا يمكن بحال أحوال فصلها عن السياق الإقليمي الحاصل، سواء العلاقة المتنامية بين حماس وإيران من جهة، أو الدور السعودي المتصدر لترويج صفقة القرن الأمريكية من جهة أخرى. وإلى جانب ذلك وجود علاقات قوية بين حماس وقطر. حتى اللحظة ترفض حماس أن تتحدث في هذا الموضوع في محاولة منها لضبط النفس، لكن الوضع يزداد تعقيداً، خاصة وأن جميع قنوات التواصل مع النظام السعودي أصبحت مغلقة بالكامل. شوف هم معلومة وإخوانا في الحرج المصابين إن في معتقلات أخوات نساء مبيدات في السجون، والحركة تعرف هذا الكلام، والمعتقلة هذه هم بيعرفوا أنا عن مين بحكي تحديدا، لأنه هي أخت أخوها عرب فترة بسيطة على إسطنبول، وموجود في إسطنبول اللي هو معتقلة السعودية. كانت تعزيلها فقط في سجن الحائط الرياض. في زيارة أولادها الأخيرة في العيد لما زاروها شافوا أنهم عبارة عن عظم ينزل في الرحيم بشكل خفيف يضمن أنهم عذب نفسي. إن السعودية لا تسمح بالتواصل المفتوح ومشاهدة المحاكمات بالطريقة التي يجب أن تكون عليها هذه المحاكمات الخطيرة. العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات القانونية طلبت حضور هذه المحاكمات. لقد تم احتجاز أعداد كبيرة منهم بشكل تعسفي وفي كثير من الأحيان تحت ستار مكافحة الإرهاب. تعاملهم مع الإرهاب مبالغ فيه، وغالباً ما يستخدم كغطاء للتعامل مع منتقدين فقط. غالبية المعتقلين العظمى أعمارهم تزيد عن 50 عاما، تمام؟ هنالك أكثر من 20 معتقل أعمارهم فوق 80. أحد هؤلاء المعتقلين عمره فوق 85 سنة ومصاب بمرض السرطان. إذا نحن نتحدث عن جيل كبير من العمر معتقل. ك
كثيرة هي أسماء المعتقلين التي حصلنا عليها، نتحفظ عن ذكرها حرصا على المعتقلين وذويهم. من بين تلك الأسماء الدكتور محمد الخضري أبو هاني، أحد أبرز قيادات حماس التاريخية في السعودية، طبيب فلسطيني تجاوز عمره 80 عاما، كانت تربطه علاقة وثيقة بأركان النظام السعودي، لكنه اليوم يقبع وراء القضبان السعودية في وضع صحي متدهور للغاية. كان لافتاً أن معظمهم يحمل الجنسية الأردنية، هم رعايا أردنيون في السجون السعودية. أيضاً لزمت الخارجية الأردنية الصمت حيال هذا الملف، رافضة التصريح نهائياً. عبد الرحمن فرحاني مواطن أردني من أصول فلسطينية، كان يعمل صحفيا في الأردن لكنه انتقل إلى السعودية في السنوات الأخيرة، هو الآن في عداد المغيبين قسرا. يعني بعد مرور حوالي شهرين على حملة الاعتقالات كان في صمت مطبق من أهالي المعتقلين، وترك المجال حينها للوساطات ويعني الأعمال التواصل الصامت هذا بين أهالي المعتقلين والمعنيين فيهم وبين السلطات اللي اعتقلتهم. فكان الرأي انه يعني لننتظر، يعني لعلها سحابة صيف عابرة. بعد مرور شهرين تبين انه الامر يعني جد لا هزل فيه، فكتبت رسالة على صفحتي على الفيسبوك لرئيس الوزراء، رسالة مفتوحة، أخبرته أنه في مواطن أردني معتقل من شهرين بلا تهمة، بلا اعتراف حتى رسمي من الجهة التي اعتقلته أنه معتقل، حتى أحياناً كانوا ينكروا أنه مش عنا هذا، وين شو مين هو. الحمد لله فيش أي رد فعل رسمي من الجهة الرسمية الأردنية حتى الآن. في كثير من الحالات لا توجد هناك أي تهم، وهذه مشكلة كبيرة بحد ذاتها. وإذا ما وجهت تهم للمحتجزين فغالبا ما تكون عامة أو غامضة أو مرتبطة بالإرهاب أو الخيانة. الجرائم الإلكترونية في كثير من الأحيان غير محددة بدقة، وليس لها دليل واضح فضلاً عن وجود أدلة أصلاً. نحن لم نرى أي دليل على الإطلاق. إذن يستحيل على الأشخاص المحتجزين دحض المزاعم الموجهة ضدهم أو أن يعرفوا السبب الحقيقي وراء احتجازهم. نحن نتحدث عن مئات الأشخاص، من الصعب تحديد الرقم بدقة، لذلك كان تقريرنا محاطا بالسرية، فمن الصعب اكتشاف ما يحدث بدقة. لقد طالبنا أن تكون الحكومة شفافة كأي حكومة أخرى، وأن تعترف بعدد الأشخاص المحتجزين وأين هي أماكنهم حتى تعرف عائلاتهم ويعرف العالم كله. ليس المحتجزون جميعا مواطنين سعوديين، هناك محتجزون من جنسيات أخرى. لا محاكمات ولا مطالب واضحة، انقلاب سعودي على حماس. طبعا
ضمان الاتفاقات التاريخية بين الحركة والنظام. يعني هذه سنة من إحدى سنن اللي تركها الوالد الله يرحمه، سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو بدأ هذه السنة الحسنة. أبو عبيدة خير حافظ الآغا، رجل أعمال فلسطيني سعودي، كانت قد جمدت أرصدته المالية بقرار أمريكي قبل عدة أشهر من اعتقاله، واليوم غدا ضمن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية. انقطعت أخباره تماما ولا يعلم أي شيء عنه. اعتقال الآغا يلقي بظلاله على الحلقة المفقودة بين الماضي والحاضر. سبعينيات القرن الماضي، دول الخليج تعج باللاجئين الفلسطينيين، تحديداً السعودية والكويت. وكانت التنظيمات الإسلامية تيمم شطر السعودية، حاضنة المشروع الإسلامي في ذلك الوقت. إخواني، ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله. كان الملك فيصل داعماً ومؤازراً لكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ثم أعطى الرجل ضوءاً أخضر بإنشاء عمل فلسطيني إسلامي انطلاقاً من الأراضي السعودية. وبالتالي منح المراقب العام للإخوان الفلسطينيين في الخارج الجنسية السعودية. إنه الدكتور خير الأغا. كان خير الأغا مراقباً عاماً للإخوان المسلمين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وكان يعيش في مدينة جدة غرب السعودية. طبعاً طبيعة المملكة العربية السعودية كدولة كانت في ذلك الوقت تمثل يعني عنوان للعالم السني، والقضية الفلسطينية كانت هي القضية المركزية للأمة. أستاذ خيري كان هو المدخل، ربما قضية التنظيم والعملية التحرك داخل ساحة مثل المملكة العربية السعودية محافظة، وليس هناك أي تنظيمات أو حركات يعني العمل الإسلامي في المملكة العربية السعودية، التزم نهج السرية بشكل كبير جداً. كان المشهد التنظيمي للإخوان الفلسطينيين معقداً ومشتتاً بحكم الشتات الفلسطيني. عند ذلك توجه خير الأغا إلى الأردن عام 78، وهناك التقى بقيادة الإخوان المسلمين الأردنيين، التنظيم الذي يحظى بشرعية سياسية كما ويتمتع بعلاقات متينة مع النظام الهاشمي، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من فلسطيني الخارج يحملون الجنسية الأردنية. كان هناك تنظيم للإخوان المسلمين في الأردن، وكان هناك تنظيم للإخوان المسلمين الفلسطينيين، ونحن نتحدث الآن عن خارج فلسطين وخارج الأردن. والإخوان المسلمون بسبب الاغتراب والعمل في دول الخليج يتبع كل منهم التنظيم الخاص به، فنجد مثلاً في السعودية، في الكويت، في قطر، في الإمارات إخوان مسلمون أردنيون ولهم قيادة، ونجد إخوان مسلمون فلسطينيون ولهم قيادة، وأغلب هؤلاء والكثير من هؤلاء كانوا من غزة وبخاصة في السعودية، لكنهم كانوا بتنظيم فلسطيني له قيادة ولهم مسؤولين ولهم مكتب وغير ذلك. في 1978 جاء المرحوم الشيخ خيري الآغا إلى الأردن وطرح مشروع أن يتحد التنظيمان الفلسطيني والأردني في تنظيم واحد،
على مجلس شورى الإخوان المسلمين في الأردن في عمان، وبالتأكيد هو صاحب فكرة ومفوض بهذا التصرف. ويعني الطبيعة الإسلامية للتنظيم الإخوان المسلمين لم تجد مانعا من الوحدة بهذه الطريقة. ما طرح في اجتماعات الإخوان المسلمين كان مشكلة التداخل بين التنظيمين الأردني والفلسطيني، خاصة في دول الخليج، وأن عدداً كبيراً من إخوان الأردن ذو أصول فلسطينية. الاقتراح الذي قدم من خير الأغا كان له ما بعده. طرح الرجل فكرة توحيد التنظيمين معاً تحت مظلة واحدة، مظلة الإخوان الأردنيين. كانت الفكرة جامعة ومشجعة، ولاقت موافقة مجلس شورى الإخوان في الأردن بالإجماع. اندمج التنظيمان معاً في تنظيم واحد حمل اسم تنظيم بلاد الشام، ثم أصبح التنظيم الموحد تحت قيادة إخوانية أردنية، وأجمعت الأطراف أن يتولى رئاسته محمد عبد الرحمن خليفة، المراقب العام لجماعة الإخوان الأردنية. إذن بعد 1978 جاء هذا المقترح من الشيخ خير الأغا رحمه الله، ولقي قبولاً في التنظيم الأردني، واتفق على أن يأخذ بسبب هذا الاتحاد أن الإخوان المسلمين في الخارج يصبحون جزءاً من تنظيم سمي تنظيم بلاد الشام، تنظيم الإخوان المسلمون بلاد الشام، على أن يأخذوا ربع عدد أعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في بلاد الشام، وبلاد الشام هنا المقصود فقط الأردن وفلسطين. بعد ذلك نشأ قسم خاص داخل التنظيم الموحد اسمه جهاز فلسطين، والذي كلف بالتخطيط لإطلاق العمل الإسلامي المقاوم في الأراضي المحتلة. جهاز فلسطين كان حلقة الوصل بين الداخل والخارج. مجموعة هؤلاء الناس، من كان في الخارج كان يملك الفرصة للتفكير أكثر مما كان يعيش في الاحتلال داخل فلسطين لأنه مطارد، لكن هنا متاح له. اثنين، في الخارج المال متوافر بأفضل مما هو عليه الحال في داخل فلسطين. في السعودية مثلا في جالية كبيرة، ومن الرجال الكبار من المؤسسين في الحركة الإسلامية موجودين في منطقة فيها ساحة للعمل قريبة، الذهاب إلى غزة سهل، كذلك أعطيت فرصة. في الأردن القضية الجوهرية الأساسية للإخوان المسلمين في الأردن لم تكن إلا القضية الفلسطينية، وفي أعداد كبيرة وفي تنظيم مستقر وعلاقة إيجابية مع النظام السياسي. هذه كلها عوامل بالتأكيد يعني أسهمت، بالإضافة إلى تعاطف المسلمين في العالم مع القضية الفلسطينية، ثم مع إنجازات حركة حماس أو تضحيات حركة حماس مقارنة مع الآخرين، لا شك هذا المجموع تستطيع أن تقول أنه بنى حركة المقاومة الإسلامية حماس. حركة حماس كذلك تطور طبيعي للجهود المباركة التي بذلها المسلمون على أرض فلسطين في العصر الحديث. فكما تعلمون لقد انطلقت الصفوة الإسلامية المباركة في معظم أرجاء العالم العربي والإسلامي وحيث يتواجد المسلمون، وكان لفلسطين نصيبها من هذه الصحوة، وكانت الحركة الإسلامية آنذاك منشغلة في برنامجها الذي يشكل القاعدة التحتية للمواجهة القادمة مع العدو الصهيوني. حركة إسلامية، حركة إسلامية، حماس جند الجهاد، حماس ضد الأعادي. نهاية العام 87 انطلقت حماس من قطاع غزة، وصدر البيان الأول. كان الفلسطيني السعودي خير الأغا مسؤولاً عن جهاز فلسطين، ومع انطلاقه أصبح الأغا أول رئيس لحركة حماس. من مكتبه في جدة كان يدير العمل لحظة بلحظة. لا يعرف حتى الآن حجم الاتصالات بين النظام السعودي وخير الأغا خلال تأسيس الحركة،
لكن العمل الدؤوب في السعودية كان بمثابة ضوء أخضر لانطلاق التنظيم المقاوم. ومع الانطلاق كان أول دعم رسمي يقدم للحركة من السعودية، ثم تدفقت الأموال السعودية على حماس رسمياً وشعبياً. دكتور خيري كان هو المفتاح للتواصل مع هؤلاء الناس، كونه موجود بالسعودية ربما هذا يعني أعطاله دور أكبر. أعتقد أنه المملكة طلبت أن يكون هناك حد يمثل حماس دون أن يتم الإعلان عنه، وأن يعملوا بصمت داخل المملكة العربية السعودية، وأن يجمعوا ما يشاءوا من الأموال لدعم حركة حماس. كان يعطوهم الأولوية للقضية الفلسطينية بحكم أنه كانت قضية الأمة، والمملكة أيضا كانت تريد الاستثمار في قضية الأمة والظهور أنها هي ترعى القضية الفلسطينية من خلال يعني تقديم أو السكوت عن تقديم مثل هذا الدعم من المملكة العربية السعودية. يعني لا يمكننا أن ننكر بأي حال من الأحوال أن المملكة قدمت الكثير، ولكن بشكل غير رسمي لحركة حماس. وإنما نسأل الله جل وعلا أن يثبت القائمين على حماس على الحق، وأن يصلحهم ويعظم في نفوسهم شعائر الدين، ويرزقهم القدرة على إقلاق اليهود وإزعاجهم وزرع الخوف في بيوتهم. كنا لأن نروح على السعودية كنا نكون ننزل ضيوف على الدولة. يعني أنا بذكر كنا نروح على السعودية ننزل في القصور عندهم. هسا الكبار بالعمر بيقولوا إنه التأسيس الحقيقي كان في السعودية، مظبوط هذا الكلام؟ هذا كلام صحيح صحيح، بدأوا من السعودية وبعدين أجوا عنا على الأردن، والأردن مشينا مع بعض كلنا مع بعض، صارت حركة واحدة كلها. خيري هو كان تاجر وفي نفس الوقت بيغطي حاله بالتجارة، ولكن هو مؤسس الحركة. الأوضاع كانت في السعودية غير الأوضاع هلأ، هلأ طايرت الأمور. اليوم تغيرت الصورة كثيراً، فحماس تعاني حصاراً سياسياً وأزمة مالية خانقة هي الأكبر منذ نشأتها. فمنذ أن أوقفت إيران دعمها المالي للحركة على إثر موقفها من الثورة السورية، اتجهت الأمور نحو الأزمة. ومع الإجراءات المشددة على منابع التمويل في الخليج، ها هي معركة تجفيف المنابع تؤتي أكلها، حيث تعتقل السلطات كل من له صلة بجمع الأموال لصالح فلسطين. حماس تعتقد والفلسطينيون كذلك أنه مرحلة مجيء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لن أقول انقلاب لكنه مرحلة فاصلة، عمل أكثر من, 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 من أداء من سلوك سياسي لا ينم عن النهج المتبع سعوديا تاريخيا في القضية الفلسطينية مع حماس. بن سلمان جاء وطوى صفحة السياسة المتوازنة صح التعبير بين السعودية وحماس، وأراد الذهاب إلى سياسة أكثر حدية أكثر فصلا في ما مضى من السياسة السعودية، وذهب حماس إلى ما يبدو أنه نهاية المطاف، سواء بالاعتقالات بالحملات بالملاحقات بالضغط أكثر فأكثر بإفساح المجال لحملات إعلامية ضد حماس لم تكن معهودة في السياسة السعودية إطلاقا في سنوات ماضية، وهذا لم يكن ليحصل لولا وجود ضوء أخضر من قصر الملك. عندما نتحدث عن حماس، حماس ليست بأيدينا، حماس في الواقع للأسف الآن نصنفها من الدول أو عفوا من المنظمات الراعية للإرهاب. حماس أيضا الآن تعتبر ضد
وعدو للقضية الفلسطينية. حماس يعني مارقة، بالفعل إنها مارقة. حماس، قطر، الحوثي، حزب الله، دائرة إرهابية. منظمة حماس عدو للشعب الفلسطيني، منظمة حماس عدو للشعوب العربية، منظمة حماس عدو للدول العربية. لا شك أن حماس ارتكبت أخطاء قاتلة، حصار الشعب وتجويعه في غزة والقتل والتدمير، استعمال المساعدات وتحويلها إما لجيوبهم أو لمشاريع التخريبية في مختلف سرقتها الطارق. مستعملة سرقتها بالتأكيد سرقتها ويستحلونها الحقيقة. في كلام في صدري بدي أقوله، مش عارف صراحة، مش عارف كيف أقوله. الله المستعان. يعني بعد أسبوعين، أقل من أسبوعين تقريبا، أسبوعين راح نسافر على تركيا، ومش عارف هذه تكون يمكن آخر مرة. ليش يا بلد، ليش يا سعودي عملت هيك فينا؟ والله يعزل أنا أسيب البلد هذي، هاي يعني بدي أترك شغلي وأسيب شركتي وأسيب البلد اللي تربينا وعشنا فيها، أولادنا كلهم ولد فيها، تجوزنا إحنا فيها وتربينا منها ولحم كتافنا من خيرها، لكن أخيرا مش قادرين نكمل. نحن حجرة خلاص، تركي تركت البلد كلها، بعرف عائلات في السعودية تحديدا في جدة. مطلع العام 2019، وصل جاريد كوشنر إلى الرياض مرة أخرى، حيث التقى ولي العهد محمد بن سلمان بحسب البيت الأبيض. بحث الرجلان جهود السلام، ثم ناقش الآراء الإقليمية والفلسطينية وما هي ردود الأفعال المتوقعة. برأي كوشنر، السبيل الوحيد لتحسين وضع المنطقة برمتها لن يكون إلا من خلال المال وضخ الاستثمار. المال فقط برأي كوشنر سيكون الحل. الفلسطينيون جميعاً في أزمة، وحان وقت الحل. يتساءل الجميع عن طبيعة هذه العلاقة. الكثير من جوانبها سري، والكثيرون لا يعرفون ما الذي يدور خلف الكواليس. الملك سلمان على قيد الحياة ولا يزال ملكاً، بل إنه يسيطر بشدة على مقاليد الحكم في السعودية، ولا أشك في ذلك. لكن هذه القضية ليست من أهم أولوياته. هذا هو النهج السعودي الآن، يريدون أن يغيروا فكرة أن السعودية متطرفة دينياً. وبكل صراحة، لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم وفورا. اليوم تعج السجون السعودية بالمعتقلين السياسيين، سعوديين وفلسطينيين وغيرهم، في ظروف صعبة ومخيفة وفقا لتقارير منظمات دولية. يواجه معتقل العمل الفلسطيني في السعودية خطرا كبيرا، خاصة وأن السعودية وحلفائها تعتبرهم ورقة مهمة من أوراق المساومة. لم تكتشف بعد الأبعاد الحقيقية لقضية الفلسطينيين المعتقلين في السعودية، فحماس والحكومة الأردنية تلتزمان الصمت. لكن وفي ظل الوضع الإنساني المتدهور في السجون السعودية وانسداد قنوات التواصل القديمة، سيكون على هؤلاء المعتقلين الانتظار. حماس يوماً ما لم ترهن قرارها لأحد، لم تكن في جيب إيران ولا في جيب سوريا، واليوم حماس ليست في جيب مصر ولا في جيب تركيا ولا في جيب قطر التي أجلس فيها ولا في جيب السعودية. حماس حرة، هي مع أمتها، لا تخوض معارك مع الأمة. مقصدي أن بعض العرب كان يحاسبنا على أوهام. نعم البعض لسه زعلان منا، الله يسامحه، سيأتي يوم يشعر أنه محتاج لحماس أكثر مما نحن محتاجون له.